السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الملاقية ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم. فهاد الملاقية سهلة والمنظر ديالها زوين، المهم انا هنا حاولت نخدمها بجوج ديال الطرق. المرة خدمت الحجم صغير ومرة خدمت بالحجم كبير، بس قدروا تقارنوا ما بيناتهم وكل واحدة تختار الشكل اللي يعجبها. اول حاجة كنديروها هي كتثبتي الخيط في الثوب لتحت، ومن بعد كترجعي تثبتيه هنا الفوق. لاحظوا معايا مزيان، غادي نجر هنايا الخيط بهذا الشكل، من بعد كنخلي الخيط الفوق ونرجع هنا ونخدم واحد الغرزة. والان لاحظوا معايا مزيان، غادي نعاود نرجع الخيط الفوق ونخدم الغرزة الثانية. من بعد كنرجع نثبت الخيط هنا لتحت. الان كتهبطي الخيط لتحت وترجعي تخدمي الغرزة الاولى بهذا الشكل، وهذه الغرزة الثانية. من بعد كنحاولوا نشدوا هنايا في الثوب بهذا الشكل، كتجر الخيط هنا مزيان. دابا غادي نخلي الخيط الفوق، لاحظوا معايا، وغادي نرجع نغلف هاد جوج ديال الغرزات اللي خدمت، كنغلفهم بجوج ديال الغرزات. لاحظوا معايا هذه التغليفه الاولى، تغليفه هاد التغليفه هذه كنديروها على شكل غرزه ماشي حبكه، وهذه التغليفه الثانيه. الان كتخلي الخيط الفوق وترجعي ديري واحد الضربه هنايا في الثوب، يعني واحد كتشدي هنا في الثوب، ومن بعد كتخلي الخيط لتحت وترجعي لهاد الغرزه الفوقانيه، وغادي نخدمو مباشره هنا باش كيبقى لينا هذاك الفراغ اللي غادي نبقاو غادي خدامين عليه. الان غترجعي تثبتي الخيط في الثوب، من بعد كتخلي الخيط الفوق وترجعي تعمري هذا الفراغ هذا بجوج ديال الغرزات، واحد وهنايا جوج. الان كنشدو في الثوب، كتخلي الخيط لتحت وترجعي تعمري الغرزة الاولى، والغرزة الثانية. المهم اللي بغات تخدم بهالطريقة هذه، هي الطريقة اللي كتكون الحجم ديالها صغير، فكنخدمو فقط يعني جوج ديال الضربات في الثوب، والخدمة كتغلفي يعني بالزربة كنغلفو. في الشكل الثاني غادي نحاول انني نكبر هاد المسافة هذه باش تقدروا تقارنوا ما بيناتهم. المهم دابا هذه التغليفه الاولى، كما قلت لكم التغلاف كيكون على شكل غرزات ماشي حبكات، وهذه التغليفه الثانيه. الان غادي نخدموا هاد الضربه هذه في الثوب، تخلي الخيط لتحت وترجعي تشدي في هاد الغرزه اللي كتكون الفوق. من بعد كنخدمو هنا واحد ضربه في الثوب، وغادي نخلي الخيط الفوق ونرجع نعمر هاد الفراغ، واحد وهنا جوج. من بعد كالعاده غادي نشدو في الثوب، ودابا غادي تهبطي الخيط لتحت وترجعي تخدمي في الغرزه الاولى. وهذه الغرزة الثانية. المهم هنا غادي نحاول انني نكبر المسافة، فلاحظوا معايا غادي نزيد نخدم جوج ديال الغرزات، نخلي الخيط الفوق ونرجع نعمر، واحد وهنا جوج.
لاحظوا معايا مزيان، غدا نرجع نعمر جوج ديال الغرزات، واحد جوج، ومن بعد غادي نشد في الثوب. فلاحظوا معايا مزيان، دابا غادي نغلف هاد المسافة. فهذه التغليفة الأولى، وهذه التغليفة الثانية. لاحظوا معايا الفرق ما بين الأولين اللي خدمت وهذه، يعني كاين واحد الفرق بسيط، ولكن نتوما تقدروا تختاروا كل واحدة والذوق ديالها، اللي عجبها يعني الشكل الصغير تخدم به، واللي بغات هذا الشكل الكبير تخدم به. هما بجوج زوينين، تقدروا تخدموا بهم بجوج او تقدروا تخدموا غير فقط وحده شكل واحد وتهبطوا على الخدمه كامله. المهم دابا كنرجع نعمر هاد الفراغ. هذا هو الشكل النهائي. فهنا حاولوا انكم تقارنوا ما بين الشكل اللي الحجم ديالو صغير والشكل اللي الحجم ديالو كبير، واختاروا ما بيناتهم شنو هو الشكل اللي يعجبكم. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.